خبر مهم برضو بس قطاع كبير. هيكون ايضا ما اثير ايضا مؤخرا عن زياده اسعار تذاكر المترو مره اخرى. تعهد المهندس هشام عرفات وزير النقل انه يظل سعر تذكره المترو الاقل ما بين كل وسائل المواصلات الاخرى حتى بعد رفع تذكره او سعر التذكره مره ثانيه. عرفات قال في مؤتمر ايضا سلامتك اولا واللي بتطلقه مؤسسه وزير يوسف وكانت اول فعالياته مساء الاربعاء، قال انه اعلنت منذ اربع اشهر اننا سنرفع اسعار تذاكر المترو وده لخدمه رجل الشارع البسيط في المقام الاول، لان هذه الوسيله اذا تعطلت فالمواطن هو اول المتضررين. واضاف كمان انه في حال تعطل مترو الانفاق يتكلف المواطن الذي يستقل ايضا اي وسيله مواصلات من المرج لحلوان ما قيمته تقريبا 11 جنيه بينما بيتكلف في المترو 2 جنيه فقط. وأشار أنه مرفق المترو الأنفاق ظل خلال العشر سنوات الأخيرة دون إحلال ودون تجديد وأيضا دون تطوير، وبالتالي توجد الضرورة الآن لرفع سعر التذكرة. هي برضو خبر يستحق الوقوف عنده كثيرا، هيتم رفع مرة أخرى بس سبعة أنه كان هيتم الرفع يعني، ويبدو أن الزيادة أصبحت قريبة طبعا لو في سبيل التطوير تمام، لكنه برضو هو عبء في نهاية الأمر حقيقة هي، لكن هو من أوفر وسائل المواصلات يعني، فيا رب كده نحافظ عليها لأن فعلا في ناس كتير جدا بيستقلوا المترو حقيقة يعني. المهم طيب. انه في نهايه الامر نلاقي نظير لو هيتم الرفع ما يبقاش رفع طبعا بشكل جنوني، وفي نظير ده ناخد خدمه متميزه يحصل عليها المواطن ما يبقاش يعني زي ما بيقولوا موت وخراب ديار يعني. طيب.